حياكم الله متابعينا وحلقة استثنائية من جرينتا، متواجدين اليوم في استاد عمان الدولي قبل عدة ساعات من انطلاق مباراة إياب السوبر بين الفيصلي والوحدات. اليوم راح يكون عندنا مسابقات لكل جمهور عن فريقه، خليكم معنا. سؤال اليوم عشان تربح معانا، متى أول مرة حقق الفيصلي لقب كأس الاتحاد الآسيوي؟ في 2004 أو 2005. أعطينا جواب واحد. 2004. يعطيك العافية وحظ أوفر حبيبنا. مين صاحب أول هدف للوحدات في دوري أبطال آسيا؟ صاحب أحمد سمير. أحمد سمير، مرمى مين؟ إيش؟ مرمى مين؟ أسألت خلاص. مرمى النصر السعودي أتوقع. لا هو مرمى السد القطري. السد القطري مضبوط. أتذكرها البطولة كانت في رمضان. مبارك حبيبي كل التوفيق. الله يبارك فيك حبيبي، انا بعرف كل شيء عن الوحدات لو اني من فلسطين الخليج. متى حقق الفيصلي اول لقب كاس الاتحاد الاسيوي؟ كاس الاتحاد الاسيوي 2006 او 2000. معك جواب واحد مره واحده. اجاوب 2005. 2004. 2005. 2005. ويعطيك العافيه ومبارك فوز. تفضل. كم لقب سوبر عند الوحدات قبل مباراه اليوم؟ 14. 14 جواب نهائي. نهائي. مبارك الجائزه حبيبي. سلم ايديك. ايش تتوقع النتيجه اليوم؟ احلى جائزه 1-0 للوحدات باذن الله. طبعا المدرب نيبوشا تعرفه اكيد. نيبوشا اكيد. نيبوشا اكيد. شو جنسيته؟ مونتينيغري. مونتينيغرو جبل الاسود صحيح. ومبارك الفوز وكل التوفيق لك حبيبي. بارك فيك حبيبي. يسعد قلبك يا رب. حضرت المباراه الاولى؟ اه. مين اللي جاب الجول الاول؟ انس العوضات. والجول الثاني؟ انس العوضات شافها وجاب هذا رقم 23. اللي اسمه هسه ربحت معنا، بس شو اسمه الثاني؟ هذا نسيت اسمه. يوسف الجزر حبيبي مبارك. الله يبارك فيك. كم كأس سوبر مع الفيصلي قبل مباراة اليوم؟ 17. إجابة صحيحة، مبارك حبيبنا وكل التوفيق لك. كم لقب سوبر عند الوحدات قبل مباراة اليوم تعرف؟ 17. جواب نهائي؟ أقل بشوي. 15. لا غلط. أقل بشوي. يلا من الربعة. أقل من 15 بحكي لك. 14. جواب صح حبيبنا مبارك تفضل. على مين كان يطلق لقب الرهوان؟ ابراهيم مصطفى. يا عليك يا عليك مبارك يا فيصل خلايلة حبيبنا. لا خذها ايش يا سيدي حبيبنا. شكرا يا مهند، جهودك مشكوره وانت متالق دائما. في مباراه الوحدات والفيصلي في القدس والكرامه انتهت 1-1، مين جاب جول الوحدات وقتها من بلنتي؟ والله ما ادري. اتذكر جداك رضك يا احمد. انا احكيت انا عوضات. لا محمود شوكات. محمود شوكات. اه محمود شوكات. اكيد بلنتي محمود شوكات. تفضل معنا جداك. في مباراة الوحدات والفيصل بالقدس والكرامة انتهت 1-1، مين سجل هدف الفيصل اليوم؟ احمد ابو شهير. السبب انت لسه تقول والله لسه اقول لك احمد ابو شهير. طيب احمد ابو شهير الجواب صحيح. تفضل معنا. قبل مباراة السوبر كان رقم احمد السليوة 10 مع الوحدات، بس اجى صالح راتب صار رقم 10. شو رقم احمد السليوة الان؟ 13. جواب نهائي؟ لا. اعطيني طيب جواب نهائي. 21. لا خلاص 19. 19. كل التوفيق. مباراة الوحدات والفيصلي بالقدس والكرامة تعادلوا 1-1 قبل ما تنتهي المباراة ويفوزوا الوحدات 3-0. مين سجل هدف الفيصل اليوم؟ معك مرة واحدة تجاوب. خالد عوض. خالد زكريا قصدك؟ لا خالد زكريا في مباراة الدرع. يعطيك العافية، حظ أوفر. كيف الهمة لمباراة اليوم؟ والله ان شاء الله ربنا يوفقنا. احنا بهمنا اهم شيء نطلع مباراه تكون يعني كيف اقول لك اياها، وحدات فيصل اول شيء فريقين كبار، بهمنا انه الجمهور يكون سلس مع بعض ويكون بنحب بعض، لانه بالنهايه احنا اخوان. هاي مباراه كره قدم، فرقنا لون الكرار وبجمعنا حب الوطن زي ما بقولوها، وان شاء الله نطلع هيك مباراه ليك باسم الوحدات الفيصلي. تمام. الوحدات في مشاركته الاخيره في دوري ابطال اسيا كم نقطه جمع؟ لا تسالنيش هاي انا، لانه استنى شوي. 4-5 نقاط. جواب نهائي؟ نهائي. لا 6 نقاط حبيبنا. عليك حبيبنا.